السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، وحشتوني جدا، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت. النهاردة قبل ما هنتكلم على ملخص الثلاث لقاءات اللي قدر فعلا النهاردة حصل مفاجآت من العيال التقيل، وحصل قنبلة ذرية في لقاء اليوم. طبعا عايزين نشترك القناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده زي ما انتم عايزين توصلوه توصلوه، وان شاء الله بنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المصري البورسعيدي يحقق مفاجاه من العيال التقيل ويفوز على المارد الاحمر بهدف لمين؟ لهيثم العيوني. هيثم العيوني التونسي فاضل قدر فعلا يخلص في الدقيقه 31، في النقطه 31، مش قادر اقول لكم في الدقيقه 31 قدر هيثم العيوني يفجر قنبله ذريه ويفوز على النادي الاهلي، علشان تبقى الهزيمه الاولى للنادي الاهلي في مسابقه الاسبوع ال 13 فعلا في بدايه في الموسم الحالي اللي احنا فيه. وطبعا الماتشين التانيين قدر نادي الزمالك يحقق مفاجاه من العيال التقيل ايضا ويفوز على المقصه، علشان ده يبقى 31 وده 31، ما يبقاش ده احسن من ده ولا ده احسن من ده. وفضل فعلا قدر بيراميدز بقياده ايهاب جلال يحضر مفاجاه ويفوز على غزل المحله بهدف مقابل لا شيء ابراهيم عادل في الدقيقه 80. يعني ثلاث لقاءات كلهم 1-0 1-0 1-0، ثلاث لقاءات من امتع ما يمكن. فعلا كانت سهره رمضانيه كرويه فعلا زي الكتاب ما بيقول. بس النهارده انا عايز اتكلم، خلي لقائنا بتاع الزمالك كده على جنب، انا عايز اتكلم يا جماعه على لقاء الاهلي. وفعلا فعلا فعلا بصراحه الناس كلها مش مقتنعه بتغييرات موسيماني، مش مقتنعه بموسيماني اساسا، مش مقتنعه بقدرات موسيماني، علشان موسيماني بيفضل يخرف كل مدى عن الثانيه. يعني النهارده مقعد ياسر ابراهيم، مقعده احتياطي، ومقعد احمد عبد القادر، وبيلعب لي بتشكيله غريبه جدا. هل انت بتريح علشان انت عندك لقاء بتفكر فيه، لقاء ابطال افريقيا اللي هو امام الرجاء اللي هيتلعب ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي ده ان شاء الله باذن الله، ولا انت بتفكر ازاي، ولا انت عايز ايه؟ قول له يا كابتن دودي عايز ايه؟ يا دودي سبورت قول له، قول له على الحلوه والمره انا معاك يا ابو الكباتن. هو عايز يفهم، والناس كلها عايزه تعرف، جمهور النادي الاهلي بيقول لك انت بتفكر ازاي؟ او انت بتحط التشكيل ازاي؟ الناس يا جماعه مش قادره تصبر على محمد شريف اللي هو بعيد عن مستواه، مجدي قفشه ابطا لعيب في مصر، مش قادر اقول لكم يا جماعه في لعيبه كتيره جدا جدا جدا، كريم فؤاد مش في حالته، علي معلول مرهق ومجهد، محمد عبد المنعم جايبه من الدار للنار بعد ما كان مصاب جايبه تلعبه مره واحده. يا راجل انت بتعمل ايه؟ يا راجل انت بتخرف ولا بتعمل ايه؟ يا راجل ده مش موضوعنا، موضوعنا النهارده اللي انت حسن مهين الشعباني عمل لك مفاجاه قنبله ذريه، ده استناك بره بالسنب والشوم علشان يخلص عليك. ده كان مدرب الترجي التونسي قال لك انا شكلي كده مستحلف لك النهارده وهديك علقه، وفعلا اداك علقه وقدر يفوز عليك في اسكندريه، فعلا فعلا في استاد برج العرب قدر يفوز عليك، وهو نجم اللقاء اليوم، وهو حسن علي نمره 10 لاعب المصري البورسعيدي اللي فعلا فعلا قدر يفنط ويقوم ويمتع الدنيا كلها في لعيبه النادي الاهلي، علشان الراجل كسبان قدر ياخد 3 بونت علشان النقطه تبقى رقم 19 في الدوري بالنسبه لمصر البورسعيدي. وكده نادي الزمالك امام عاشور طبعا في الدقيقه طبعا 43 قدر امام عاشور يحط حته جميله جدا زي ما الكتاب ما بيقول، علشان يبقى نقطه 31 ونقطه 31. بس هو المارد الاحمر حتى الان متصدر الدوري حتى الان، ومش قادر اقول لكم بصراحه كانت سهره كرويه جميله، وكانت متعه، وكانت اثاره فعلا 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 زي ما الكتاب بيقول في مجال كره القدم المصريه. ويا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. وطبعا قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس، وده كان ملخص سريع، نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله زي ما انتم عايزين توصلوه. بنجح بيكم وبدعواتكم، بكون عند حسن ظنكم، وانتظروني كل يوم فيديو جديد من لايف دودي سبورت ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم. بشكركم، سلام عليكم.